أهلا بكم إلى هذه الحلقة من مستقبل الطاقة، وهذه ملفاتنا. سوف ترتفع من حوالي 30% حاليا إلى فوق 40% بالمستقبل بحلول 2040-2045. الأمين العام لأوبك يتوقع تراجع إنتاج أمريكا النفطي وارتفاع حصة أوبك إلى 40% بعد 2040. بلد مكتفي بالغاز لا بل ويتحول إلى بلد مصدر ربا إن شاء الله. وزير الطاقة العراقي يقول إن عقود استغلال الغاز ستغنيه عن الاستيراد من إيران. اللقاءات التي انعقدت على هامش مؤتمر أوبك الدولي في فيينا اكتسبت اهتماماً إعلامياً كبيراً نظراً للاستحقاقات المهمة التي تنتظر المجموعة من الآن وحتى منتصف العام المقبل. الاستحقاق الأول تثبيت الاتفاق مع روسيا للالتزام بكشف بيانات إنتاجها لسبع جهات مستقلة، والثاني مراجعة القدرات الإنتاجية لعدد من الدول قبل نهاية العام لتثبيت الحصص المعلنة في اجتماع أوبك بلس الأخير في 4 يونيو، والثالث مراجعة الطاقات الإنتاجية لكل دول أوبك بلس في منتصف العام المقبل لإعادة تحديد الخطوط الأساس لمستويات الإنتاج في 2025. كيف انعكست اجتماعات مؤتمر أوبك على هذه الاستحقاقات؟ هذا ما ستطلعنا عليه موفدة العربية إلى فيينا كارينا كامل. كارينا أهلا بك. إذن كما ذكرت استحقاقات مهمة تنتظر المجموعة، لعل أبرزها تثبيت الاتفاق مع روسيا للكشف عن بيانات إنتاجها. مساء الخير مايا من فيينا، مشمسة بعد 48 ساعة حافلة باللقاءات بالتصريحات وبالمشاورات التي دارت هنا في قصر الهوفبرغ التاريخي، ومشاركة عدد كبير من الدول المنتجة للنفط ليس فقط داخل أوبك ولكن أيضا خارجها، وشركات عملاقة أيضا تعمل في مجال الطاقة حول العالم. وأكيد هذه الاستحقاقات في غاية الأهمية، يعني توقيت هذه القمة أو هذا المنتدى هو يعقد للمرة الأولى منذ عام 2018. هذا ليس اجتماع رسمي لأوبك ولكن هو يأتي بعد الاجتماع الذي وقع في يونيو، وتوقيته في غاية الأهمية ليس فقط لأنها المرة الأولى التي ينعقد فيها منذ عام 2018، ولكن أيضا بالطبع بسبب هذه الاستحقاقات الهامة القادمة في الفترة أو في الأشهر القادمة. أكيد مسألة روسيا في غاية الأهمية، لأنه هناك ضبابية كانت تحيط ربما بالبيانات الصادرة من روسيا، سواء كان بشأن معدلات الإنتاج أو الأرقام الأخرى في الفترة الأخيرة. ولكن كانت تصريحات الأمير عبد العزيز السعود واضحة يوم أمس في الجلسة الافتتاحية وعلى مدار اللقاءات المختلفة، هي جهود أوبك، يعني عملت جاهدة المنظمة كما قال للحصول على تأكيدات من روسيا أنها فعليا ستوفر كامل الشفافية في بياناتها خلال الفترة القادمة. هذا كان تعهد، ليس ذلك فحسب، ولكن هناك مشاركة جهات خارجية third parties أيضا تشارك في كل عمليات التدقيق التي تقوم بها المنظمة. وفيما يخص أيضا علاقة السعودية بروسيا، يعني لعل تصريحات الأمير وزير الطاقة السعودي كانت هي بارزة جدا ورد قاطع على أي من شكك في العلاقة بين السعودية وروسيا، وهو قال أن الخطوات التي اتخذناها، وأشار هنا إلى خطوة الاثنين من قبل السعودية بتمديد خفض الانتاج التوعي بوقع 1 مليون برميل، وبهذا أيضا تزامن معه طبعا الإعلان من روسيا بخفض الانتاج ب 500 ألف برميل، هو قال أن هذا القرار الروسي كان قرار توعي بحتا، لم يفرض أبدا على روسيا، هي اتخذت هذا القرار بنفسها. وفي آن واحد أيضا، يعني مع هذا الاتفاق، تعهدت فعلا بالكشف عن البيانات في الفترة القادمة وتوثيق البيانات بكامل الشفافية. وأعتقد يعني مايا ربما هذا أفضل رد على كل من تساءل حول هذه العلاقة، وهو أكد الأمير على أنه هذا يشير إلى مدى التعاون والتنسيق بين السعودية وأيضا روسيا. تماما كارينا، وبالتالي سنستمع إلى جزء مما قاله وزير الطاقة السعودي حول تثبيت التفاهم مع روسيا. Part of what we have done with the help of our colleagues from Russia was also to mitigate the cynical side of the spectators on what is going on between Saudi Arabia and Russia in that specific matter. I think it's quite telling to see us on Monday coming out with not only our own extension of the million, but also
with validation from the Russian side that they will do 500 from export. كارينا، فيما يتعلق بمراجعة مستويات خطوط الأساس، كيف هي الأجواء بين وزراء أوبك؟ هل هناك توقعات بأن تكون المفاوضات صعبة في 2024؟ يعني بلا شك مايا، هذا الموضوع سيتم حوله نقاشات مكثفة نتوقعها خلال الفترة القادمة. أولا هذه المراجعة التي تتم قبل نهاية السنة الجارية، ولكن ربما هناك مراجعة أوسع نطاق على مدار السنة القادمة أو بحلول منتصف السنة القادمة لكل الدول الأعضاء، وهذه المراجعة في غاية الأهمية لأنه على أساسها سيتم أيضا مراجعة مستويات الأساس أو البيس لاينز التي يكون لها وقع كبير جدا أيضا على مستويات الإنتاج لدى كل الدول. ربما يعني الإشارة الواضحة أيضا من المنظمة اليوم هي روح التضامن، روح التعاون والتنسيق التي شهدناها، وتحدث الجميع عن الكونسنسس، وحتى الأمير قالها يوم أمس أنه يجب أن يتم أو تتم كل القرارات بالكونسنسس. وكان هناك اجتماع قد نقول غير رسمي تم على هامش هذا المؤتمر ليلة أمس، جمع ما بين وزراء الطاقة من السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران وغينيا الاستوائية وعدد من الدول المشاركة. وهذا الاجتماع ناقش يعني أهمية ومواصلة هذه الدول لجهودها لضمان استقرار الأسواق، للتوازن في الأسواق، وهذا يتم فعليا من خلال كل هذه المراجعات. وأيضا كان في إشادة بالطبع بالخطوة التي قامت بها المملكة العربية السعودية التي أيضا كانت تستهدف نوع من التوازن في السوق. أكيد هذا موضوع يعني قد نقول في جدل حوله أو في نقاش على الأقل، لأن هناك العديد من الدول تطمح الآن لزيادة الطاقة الإنتاجية لديها في مجالات عديدة. يعني كان لي لقاء مثلا مع وزير النفط من العراق الذي تحدث فعليا أن العراق تأمل أن تصل إلى طاقة إنتاجية أعلى، وأنه ربما في المستقبل هذا أيضا قد يكون له وقع على الكوتاز أو البيسلاين بالنسبة لها في المستقبل. وتحديدا يعني مثلا هذا أمر كان فعليا محط النقاش في كلامنا مع العديد من المسؤولين ومن الوزراء خلال اليومين الماضيين. الكويت مثلا أيضا تحدثنا مع السعد، فعلا يعني كان لي لقاء مع سعد البراق وزير النفط الكويتي بالمناسبة الذي تولى قبل أسابيع قليلة، وهو أكد لي فعليا أن الكويت تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 24، وستطلب فعليا زيادة حصتها أو تنوي الطلب فعليا زيادة حصتها من قبل المنظمة. نستمع معه. نحن نريد زيادة الحصة للطاقة الاستيعابية أو طاقتنا في الإنتاج ستكون بإذن الله في عام 2024 3.2 مليون بارلز. هذا أكيد، لأن احنا نحتاج أن ننهض باقتصادنا ونمول عمليات بناء الدولة في خطتها المستقبلية الاستراتيجية. إذا كارينا يعطيك العافية، لا شك أنه تهلكت بتغطية هذا الاجتماع، وشكرا لك. وعلى هامش مؤتمر أوبك، أجرت أيضا الزميلة كارينا كامل مقابلة خاصة مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيث، توقع فيها أن يحتفظ النفط بحصة لا تقل عن 30% من مزيج الطاقة العالمي في 2045، محذرا من أن الاستثمارات الحالية في القطاع غير كافية. نحن نعلم أن الطلب على النفط سوف ينمو هذه السنة، هناك بعض المؤشرات في الأسواق سواء اقتصادية سواء على الطلب، تباء الصين، فتح الصين وأسواق الصين وتأثيرها على الطلب، هذه كلها راح تأخذ حيز من الوقت. فنحن دائما في أوبك وأوبك بلس قراراتنا تكون استباقية، وقبل أن يعني احنا تعلمنا دروس من الماضي خاصة من جائحة كورونا 2020، فبالتالي كان القرار هذا استباقي، قرار ينظر إلى الأمام، يهدف إلى أن يعطي تصور واضح للأسواق أن هناك جهة وهي جهة أوبك بلس، مجموعة منظومة أوبك بلس دائما مستعدة للتدخل لحماية الأسواق من التقلبات ومن التذبذبات. ننظر في قراراتنا أختي إلى السوق على المدى المتوسط وأيضا على المدى البعيد. بلا شك كل تقاريرنا ودراساتنا وأيضا تقارير من الجهات المستقلة تبين أن حصة السوقية لدول أوبك سوف ترتفع بالمستقبل، ذلك بعد انخفاض الإنتاج من الدول خارج من منظومة أوبك بلس أو من خارج من الأوبك،
الولايات المتحدة، توقعات بأن إنتاجها سوف ينخفض بحلول 2029-2030، كذلك الدول الأخرى. فحصة أوبك السوقية سوف ترتفع من حوالي 30% حاليا إلى فوق 40% بالمستقبل بحلول 2040-2045 في هذه التوقعات طويلة المدى. لذلك نحن في أوبك ودول أوبك ومنظومة أوبك بلس دائما نحث على الاستثمار ونشجع دولنا شركاتنا النفطية والوطنية على المزيد من الاستثمارات في مجال الاستكشاف والحفر والإنتاج لتلبية الطلب على النفط بالمستقبل، لأن نحن نعلم على يقين بأن الطلب على النفط سيكون في ارتفاع، وبالتالي أوبك وأوبك بلس يجب أن تلبي الطلب هذا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات. نحن مرينا في مرحلتين انخفضت فيها الاستثمارات بشكل كبير وملحوظ. أول سنة في 2016 بعد انخفاض انهيار الأسواق الحقيقة في سنة 2015-16 انخفض مقدار الاستثمارات النفطية من حوالي 500 مليار سنويا إلى أقل من 200 مليار سنويا. هذا له تبعات وتأثيرات على المدى البعيد، ما كادت الأسواق أن التقطت أنفاسها إلى أن دخلنا في جائحة كورونا في 2020 وحدث نفس الشيء. نحن نرى أن لا زال الاستثمارات لا تعد كافية في مجال النفط. أوبك وتوقعات أوبك نرى أن الاستثمارات يجب أن تصل إلى 12 تريليون دولار أمريكي، سواء في الإنتاج أو في التكرير أو حتى في النقل والشحن، وذلك من الآن حتى عام 2045. الاستثمارات الحالية ليست كافية، لذلك نحن دائما يعني نلفت انتباه الصناعة وصناع القرار إلى أهمية الابتعاد عن سياسة أو رسالة عدم الاستثمار في النفط. صحيح هناك احتياج متزايد للطاقة المتجددة، نعم، ونحن في دول أوبك كلها، على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة أطلقت منذ يومين استراتيجيتها المحدثة للطاقة، فبالتالي دول أوبك سباقة في مجال الاستثمار وضخ المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة، لكن هذا لا يجب أن يكون على حساب الطاقة الاعتيادية أي النفط والغاز. النفط والغاز سوف يكون لهم دور كبير. نحن نرى أن النفط سوف يظل يستحوذ على حوالي 30% من إجمالي مزيج سلة الطاقة بحلول عام 2045. لذلك إذا أردنا أن نلبي هذا الطلب لابد من الاستثمار، وحاليا استثمارات. نتوقف مع فاصل قصير، نتابع بعده في مستقبل الطاقة. جيّن هذه الطاقة إلى 15 مليون طن بحلول العام 2050، ونستهدف يمكن 5 واحات. ما هي واحات الهيدروجين التي تستثمر الإمارات في إنشائها؟ الإمارات أطلقت قبل أيام استراتيجيتها للهيدروجين لعام 2050، وهي تطمح لتصدير كميات ضخمة اعتباراً من عام 2031. الزميلة كارينا كامل قابلت وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على هامش مؤتمر أوبك الدولي في فيينا، وتحدث إليها عن استراتيجية الهيدروجين، لكنها سألته في البداية عن المراجعة المرتقبة للقدرات الإنتاجية لدول أوبك بلس منتصف العام المقبل، وكان هذا جوابه. أنا أعتقد الاجتماع السابق كان القرار فيه قرار تاريخي، والقرار راح يتعامل في 2025 مع كل المستويات هذه اللي كانت مبنية على يمكن معايير لم تعد قائمة أو لن تكون قائمة في هذلك الوقت، وهو إنتاج العام 2018 شهر أكتوبر. في 2025 البيس بيعدل بطريقة عادلة، الكل اتفق على هذا الشيء، وأنا أعتقد هذا أحد أكبر الإنجازات منذ اتفاقنا مع الأوبك بلس. هذا أعتقد الاجتماع السابق كان أحد أهم الاجتماعات اللي حدد فيه آلية التعامل مع هذا الموضوع الحساس. تحدثتم أيضا في الكلمة عن الخطة الطموحة في مجال الهيدروجين تحديدا، ليس فقط من ناحية زيادة الإنتاج إلى مستويات عالية، ولكن أيضا يعني أغلب، حسب ما فهمت، أغلب ما سيتم إنتاجه سيكون أيضا مستهدف للتصدير، فهل يمكن أن تعطينا فكرة عن أهم معالم هذه الخطة الطموحة؟ استراتيجية دولة الإمارات للهيدروجين 2050 تطمح إلى أن تكون دولة الإمارات بحلول عام 2031 تدخل السوق كمصدر للهيدروجين بطاقة قدرها 1.4 مليون طن من الهيدروجين. جزء منها راح يستخدم في المصانع اللي موجودة عندنا في دولة الإمارات لتقليل البصمة الكربونية، وجزء آخر سوف يخصص للتصدير.
راح نعمل واحتين احنا سميناها واحات يوجوالي دي كولت فاليز هيدروجين فاليز احنا سميناها واحات واحتين من واحات الهيدروجين يتم انشائهم وراح يعطونا الطاقه الانتاجيه اللي هي 1.4 راح ترتفع تدريجيا هذه الطاقه الى 15 مليون طن بحلول العام 2050 ونستهدف يمكن 5 واحات في ذلك الوقت. نستهدف كذلك انشاء مركز في دولة الإمارات لبحوث الهيدروجين، وفي 2050 نريد المركز هذا أن يتحول إلى مركز يقدم تقنيات وأبحاث ويخفض من الكلفة ويساهم في تقنيات يستخدمها العالم. فطموحنا كبير في مجال الهيدروجين، ونتمنى إن شاء الله أن يكون أبنائنا وبناتنا هم علماء ورائدين في هذا المجال. سؤال أخير حول تحول عنوان هذا المنتدى هو نحو تحول عادل تحول شامل، ولكن لا يمكن الاستغناء عن النفط والغاز والاستثمارات في هذه المجالات. هناك حاجة ملحة لزيادة الاستثمارات أيا كان في النفط والغاز أو الطاقة المتجددة. ما هي التركيبة بالنسبة لكم ما بين الجهتين أو الجهات المختلفة من ناحية الاستثمارات؟ ونحن نتحدث أنه فعليا هناك زيادة في الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة، ولكن بالنسبة للإمارات ما هي التركيبة المناسبة؟ نحن في دولة الإمارات نظرا للطلب العالمي المتنامي على النفط والغاز، ونشوف أن قليل من الدول قاعدة تستثمر فعليا، قررنا تسريع هدفنا للوصول إلى 5 مليون طن طاقة إنتاجية بحلول كان 2030 حولناها إلى 2027. فنحن قاعدين نستثمر بشكل أكبر لجلب الطاقة الإنتاجية هذه، لأننا نعتقد أن العالم راح يحتاج إلى هذا البترول في الأعوام القادمة. الجزء الآخر هو يتعلق بالنمو أو التسرع أو التسارع نحو التحول في مجال الطاقات النظيفة. في دولة الإمارات مرتبتنا وفق تصنيف عالمي في سرعة التحول، يقيس سرعة تحول الدول، تقدمنا 8 مراكز من بين العام 2022 ل 2023. فالآن نحن في المركز الثاني بعد آيسلاند في التحول، في سرعة التحول نحو الطاقات الخضراء. ونستهدف في الاستراتيجية اللي أطلقناها تحديد استراتيجية الطاقة أن نصل إلى 3 أضعاف 300% من طاقة شمسية في حلول العام 2030. فهذا يخلينا أكبر استثماراتنا رايحة لمجال الطاقات المتجددة. استثمرنا 50 مليار دولار في شركة مصدر في 70 دولة من ضمنها الإمارات، والآن في 50 مليار جديدة سوف تستثمر إلى العام 2030-2035. فأكثر استثماراتنا راح تكون في مجال الطاقات النظيفة ونؤمن فيها. من جهة يستورد كميات ضخمة من الغاز الإيراني خصوصا في الصيف لتشغيل معامل الكهرباء، ومن جهة أخرى يعد العراق من أكثر الدول إحراقا للغاز في حقول النفط في العالم، ولذلك بدأت بالفعل استثمارات ضخمة لاستغلال هذا الغاز بدلا من إحراقه. وزير النفط العراقي حيان عبد الغني تحدث للعربية عن مشاريع الغاز، لكنه تطرق بداية إلى حجم الطاقة الإنتاجية في قطاع النفط والاستثمارات لزيادتها. لنتابع. معدلات الإنتاج الحالية هي كما قررتها منظمة أوبك، ونحن ملتزمين بقرارات المنظمة باعتبار العراق أحد الدول المؤسسة لهذه المنظمة، فنحترم جميع القرارات، وضرورة الالتزام بها هي 4,431,000 برميل باليوم. هذه الطاقة التي تم الاتفاق على إنتاجها مع منظمة الأوبك. أما طاقة العراق الحالية المتاحة تصل إلى 5,400,000 برميل باليوم. ما يخططه العراق من خلال العقود الموقعة مع شركات، كما تعلمين أنه العراق وقع منذ 2007 مجموعة من العقود مع شركات متخصصة كشركة بيبي وشركة ENI وغير وشركة لوك أويل وشركة أكسل موبيل. هذه شركات كبيرة تم توقيع عقود لتطوير الحقول النفطية المختلفة، وتم تعديل هذه العقود بعد فترة لإنتاج ما لا يقل عن 6 إلى 7 مليون برميل باليوم،
يتم التقدم في هذه المشاريع بطريقة يعني لا أقول بطريقة بطيئة وإنما بطريقة متوازنة مع ما يطلبه السوق العالمي من كميات. يعني هل من إطار زمني؟ يعني بالإمكان أنه الوصول إلى هذا الإنتاج بحدود الخمس سنوات القادمة إن شاء الله. لذلك لدينا يعني خطط كفيلة باستثمار النفط في هذه الحقول ضمن طريقة متوازنة مع ما يحتاجه السوق العالمي إن شاء الله. وفيما يخص قرارات أوبك أو النقاشات بالأحرى الدائرة في أوبك، سيتم مراجعة مستويات الأساس السنة القادمة، فما هو موقف العراق من هذا الموضوع، هذا الملف، وهل لديكم مطالب معينة؟ العراق ملتزم بقرارات المنظمة وبالأخص قرارات التخفيض التي صدرت في الفترة الأخيرة. هذه الكميات التي تم الالتزام بها نحن جادين بهذا الالتزام، وتم تمديد التخفيض الطوعي إلى نهاية 2024 إن شاء الله، ونحن ملتزمين بذلك إن شاء الله. بالنسبة لقطاع الغاز تحديدا، متى تتوقعون الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ومرحلة الاستغناء عن الاستيراد من إيران؟ كما تعلمون أنه العراق يستورد الآن كميات كبيرة من الغاز من الجارة إيران، وخاصة في فصل الصيف لوجود الحاجة الكبيرة للطاقة الكهربائية، باعتبار أنه الغاز الذي يستورد يوجه جميعه إلى الاستخدام في محطات توليد الطاقة الكهربائية. الآن نستورد من الجارة إيران أكثر من 1,000,000,000 قدم مكعب من الغاز يومياً. للعراق ولوزارة النفط مشاريع واعدة لاستثمار وتعظيم الغاز، وكان ضمن البرنامج الحكومي التي أعدته الحكومة العراقية الحالية، ويعني من أهم أولوياتها هو زيادة استثمار الغاز وإيقاف حرقه. فلدينا مشاريع واعدة فعلا، يعني مشروعات في حرق الغاز تحديدا، يعني هو لدينا مشروعات واعدة في استثمار الغاز. هذه المشاريع يعني جزء من عدها من خلال شركة غاز البصرة اللي هي شركة مشتركة بين غاز الجنوب وشركة شيل. قبل شهر تم افتتاح مرحلة من مراحل استثمار الغاز بطاقة 200,000,000 قدم مكعب، ولدينا أيضا مشروع آخر سيتم افتتاحه مع نهاية هذه السنة ب200 أخرى، هذه لإيقاف حرق الغاز من حقول جولة التراخيص الأولى اللي هي الرميلة والزبير وغرب القرنة واحد. أما بخصوص الحقول الأخرى فقد تم التعاقد مع شركة توتال لاستثمار الغاز من هذه الحقول الخمسة اللي هي مجنون وغرب القرنة 2 وحقل اللحيس وأرطاوي والطوبة بطاقة تصل إلى 600,000,000 قدم مكعب من الغاز، سيتم تنفيذها على مرحلتين. المرحلة الأولى سيتم إنجازها خلال ثلاث سنوات الأولى من المشروع، والمرحلة الثانية سيتم إنجازها إن شاء الله في السنة الخامسة من المشروع. إضافة لذلك هنالك مشاريع واعدة تم توقيعها ضمن جولة التراخيص الخامسة، تم التوقيع مع ثلاث شركات لاستثمار الغاز في خمسة حقول نفطية تقع في المنطقة يعني المنطقة الشرقية للعراق اللي هي قريبة من الحدود الإيرانية. هذه العقود سوف توفر ما يزيد على 800,000,000 قدم مكعب من الغاز. إضافة لذلك تم إطلاق جولتين من التراخيص الآن تحت الإعلان، جولة التراخيص الخامسة التكميلية تتضمن 11 حقلا غازيا ونفطيا، إضافة إلى جولة التراخيص السادسة التي تتضمن 13 رقعة استكشافية غازية تقع على الحدود الغربية للعراق من الحدود السورية إلى الأردنية إلى السعودية نزولا إلى محافظتي الديوانية والسماوة. إن شاء الله بتنفيذ هذه العقود سوف يتحول العراق إلى بلد مكتفي بالغاز، لا بل ويتحول إلى بلد مصدر ربه إن شاء الله. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة، للمزيد تابعونا على تويتر تحت وسم هاشتاك مستقبل أندرسكور الطاقة، ويمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج كاملة على موقعنا على الإنترنت العربية .net. إلى اللقاء.